السكور بيني وبين الثاني كان متساوي نفس الشيء، بس الحمد لله يعني كنت واثقة في الفاينل وقدرت أجيب الأولى، يعني ما خلت حد ياخذ مكاني. والله المنافسة كانت يعني بعيدة عني، يعني أنا كنت فايز على المركز الثاني 14 نقطة، وفي الفاينل يعني كنت بروحي ما أحد قدامي ما أحد وراي. والله النتائج طيبة الحمد لله. اليوم انضم لنا فريق سباير المرة الثانية، طبعا فريق سباير انضم لنا بمجموعة جديدة، هذا الفريق دخل في فاينل وحقق نتيجة جيدة. بالنسبة على عموم البطولة، اليوم الصبح كان عندنا مسابقة دبل تراب سيدات، المستويات متقدمة، حتى لو كانوا في الرابع والخامس يعني البنات متقدمات بالنتائج، وان شاء الله نتأمل المستقبل القريب يكون افضل نتائج.